قبل ما توقع، برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا. 055-2000. قبل ما توقع. عند شرائك لعقار جديد في تركيا ستحصل على مستند رسمي من دائرة الطابو يدعى سند الملكية، والذي يتضمن في محتواه موقع العقار ونوعه ومعلومات عنه، اسم المالك وصورته، معلومات السجل مع السعر. كما يرفق السند بباركود يفيدك بالتحقق من صحة المعلومات المدونة في سند الملكية، ويذيل بتوقيع إدارة الطابو وختمها. في هذه الفقرة من قبل ما توقع تعرف على أنواع سند الملكية وأوراق استخراجه وأهم النصائح بهذا الخصوص. أنا همام حبيب من امتلاك العقارية وإليك التفاصيل. سند الملكية نوعان، نوع خاص بالعقارات السكنية والتجارية وآخر بالأراضي، وهناك فئات مختلفة للسند في تركيا، وهي سند الملكية والذي يحصل عليه أصحاب العقارات بعد أخذ موافقة الإسكان من البلدية لموافقة المشروع الشروط والمعايير القياسية التركية للسكن والإقامة. سند الارتفاق يثبت حق ملكية صاحب السند في البناء الذي سيتم إنشاؤه أو الذي سيبدأ بإنشائه فوق قطعة معينة من الأرض، والذي لم يتم الانتهاء منه بعد لكنه مثبت في سجلات دائرة العقار الطابو. سند المشاركة ويمنح صاحبه حق الانتفاع بحصة من العقار لفترة محددة من السنة، إما عن طريق سكنه أو إيجاره لشخص آخر، وهذا ينتشر عادة في العقارات السياحية. وتحدد دائما سندات الملكية نوع العقار إن كان شقة أو فيلا أو محل أو مكتب تجاري، ونوع الأراضي أيضا على أنها زراعية أو إعمارية. الآن ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج سند الملكية؟ استمارة المعلومات الشخصية، ترجمة جواز السفر، تقييم عقاري زائد صور شخصية. أصحاب وثائق السفر لا يستطيعون التملك في حال عدم وجود إقامة سارية المفعول. مشاهدي الكرام، تأخر حصول المشتري على سند الملكية يعني تأخر تقديم ملفه للحصول على الجنسية التركية، وهذا في حال كانت قيمة العقار تحقق شرط الحصول على الجنسية، أي فوق 250,000 دولار. وفي الختام، يمكن لأكثر من شخص تملك عقار واحد في الوقت ذاته، وبالتالي تحدد النسبة المئوية لكل مالك على حدة في سند الملكية. كانت هذه قبل ما توقع. إن كانت لديك معلومة أخرى عن سند الملكية اكتبها في التعليقات. إلى اللقاء. قبل ما توقع.